هلا نحن مقبلين على فصل الشتاء، خصوصا في الوضع السلبي اللي عم نعيشه في منطقة جرابلس. هلا بنتمنى من الجهات المعنية يعني او المنظمات اللي موجودة في جرابلس دعم اللاجئين بشكل عام بالنسبة لموضوع الألبسة الشتوية. يعني ما شرط انه مثلا والله انه بيعطيه دعم مادي حتى يجي يشتري من عندنا، لا، انا اقصد انه دعم لباس شتوي ولو من الخارج، يعني المهم بيتم الدعم بالنسبة لهالموضوع هذا، لأنه بالنسبة لموضوع الألبسة الشتوية خصوصا هالسنة في عندنا غلاء فاحش جدا جدا جدا. هلا في نقطة مهمة جدا هي الهجرة الشباب إلى أوروبا، هذا الشيء اللي أثر كثير بالمنطقة، يعني بسبب قلة فرص العمل، بسبب قلة الفرص العمل في المؤسسات، هذا أثر بشكل سلبي على سوق الألبسة. وأيضا في عندنا أيضا ارتفاع أجور الشحن دبل عن السنة الماضية، يعني إذا كانت مثلا عم نجيب الكيلو مثلا بدولار ونص أو دولار، هلا عم يوصل للأربع دولارات. يعني